يعني من ضمن المسائل الصعبة اللي يعني مثلت بالنسبة لنا صدمة، هو اتخاذ الأشقاء في الكويت قرار بوقف تصريح العمالة المصرية حتى إشعار آخر. الكلام ده نشرته جريدة القبس، واتقال قبل كده واتقال إنه ده عن مصادر رسمية. طبعا الموضوع ده هيسبب آلام كتيرة جدا ومشاكل كتيرة جدا في ناس كتير نفسها تبقى موجودة وبتشتغل هناك، لكن في إجراءات اتخذت الحقيقة يعني ما أعرفش أفسرها إزاي، لكن كل الأمل في إخواننا وأشقائنا في الكويت هو التراجع عن هذا القرار، خصوصا في الظروف اللي احنا عايشين فيها. على كل حال معانا الأستاذ جمال رشدي، وهو باحث موجود في المملكة العربية السعودية. أستاذ جمال، احكي لي إيه اللي بيحصل فيما يتعلق بمسألة العصابات اللي بتغير الفلوس وتسلم فلوس بالجنيه المصري هنا وتمنع وصول العملة الصعبة إلى مصر؟ مساء الخير يا أستاذ مصطفى، مساء ومساء النور. الخير على السادة المشاهدين. بالفعل في حالة هنا غريبة للغاية، منتشرة من حوالي أسبوعين. حصل تكوين لسوق موازي للعملة، كان تم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للترويج ليها. دلوقتي هنا في ناس بتلم العملة اللي هي الريال بسعر مرتفع جدا، يصل إلى 8 جنيه أو فوق 8 جنيه، مع أن سعر الريال الصرف في البنوك بيبقى بحوالي 6.54. طبعا الموضوع منظم جدا، الموضوع مرتب جدا، الموضوع داخل خطة محكمة، لدرجة أن اللي بيظهر في الصورة هو أحد المواطنين المصريين البسطاء، يعني محدش يشك فيه، بياخد بيلم العملة. والغريب والمدهش في الامر ان اللي مش بيستلم العمله، مش بيستلم الريال، غير لما قيمته بالجنيه تروح بيت المواطن في مصر. يعني ثقه كبيره جدا، بعد كده بيتصل بيقول له انا وصلت لك مبلغ كذا، هات لي ما قيمته ريال. طبعا ده مخطط كبير، ومواقع التواصل الاجتماعي للجاليه المصريه في السعوديه مشتعله. انا شايف في قريت الحقيقه الكلام ده. صحيح صحيح، مشتعل، ويستخدموا فيه الاشاعات والاكاذيب. يعني تلاقي مثلا لما تطلع على اي صفحه تلاقي يقول لك الريال وصل 8.5، الريال وصل 78، الريال وصل 68 قرش. ده كله عشان يعملوا عمليه هز، او زي يعني طمع للمواطن المصري عشان ما يرسلش امواله لمصر باي عمله صعبه، ان كان دولار او ريال. وده تحزيم وتعطيش للسوق المصري للعملة الصعبة، نعم، لتحقيق بعض الأغراض السياسية المعروفة. وإحنا عارفين طبعا أن مجلس التعاون الخليجي هو أكبر مصدر عملة للتحويلات العاملين المصريين بالخارج. شكرا لك، شكرا لك أستاذ جمال، الكاتب والباحث جمال رشدي، شكرا لك. والحقيقة يعني أنا بتمنى من كل مصري أن يراجع نفسه، دي بلدك، ما تغرقش الأموال، الهدف سياسي من وراء كل اللي بيتم ده. المرة اللي فاتت وصل عندنا القادم من الخارج حوالي 31.5 مليار دولار، وكلنا في مصر هنا وجهنا الشكر والتقدير إلى العاملين والجاليات المصرية المختلفة. النهاردة لما ده يتراجع بسبب اللي بيحصل ده، وبسبب العصابات اللي ليها أهداف سياسية بتغريك أنت أنه حيزود ويديك أكتر، لكن هو عايز يوقع البلد دي، دي بلدك يا مصري. وأتمنى من كل مصري يتعرض عليه هذا الكلام أنه يكشفه ويقول، ويكشفوا أسماء العصابات دي وبلغوا السفارات المصرية في الخارج عن هؤلاء الذين يتاجرون بمصر وبشرف مصر وبمصر العزيزة على كل مواطن منكم موجود في الخارج. أتمنى أن احنا نشوف صورة أخرى في الأيام القادمة، وأتمنى من الجهات المعنية إلقاء القبض على كل هؤلاء الذين يتحركون تحت جنح الظلم.